هي صور تنقل كرنفال بالمون أو كما يحب أن يسميه البعض بوجلود، أجواء احتفالية ومظاهر فرجوية اعتادت ساكنة تشيرة بأكادير أن تعيشها كل سنة. مطمئن هذا الشيء كما تشوف الأمور هي هذيك، ما كاين لا شغب لا والو، كل شيء فرحان وكل شيء ناشط. الحمد لله احنا كنتفقوا كل عام الجاي ان شاء الله الا قالها الله بحول الله، باش ان شاء الله نتفقوا كل عام الجاي شي حاجه ماشي نديروا بها الجاليه، نديروا بها جاويه. حنا غادي نمدوا شبكه فرحان وكنتمناو المنتخب ديالنا باش يربحوا بكاس افريقيا، حلمنا الوحيد وهو كاس افريقيا يديه المنتخب المغربي. وقد تميز كرنفال هذه السنه بتقديم عروض تعالج في عمقها قضايا مجتمعيه في قالب فرجوي فاخر امتع متتبعيه. بوجود انا تقاليد اكادير الناس تلعبوا معاهم، تيشوا العائلات هنايا تفرحوا بوليداتهم تلعبوا معاهم، صافي تتصوروا معاهم تبقاو يضربوهم بهذاك الكلام تقلوا مبارك زعما صافي. بلادنا كيفوا شويه بعدا وخرج الدراري شوفوا شي شويه حاجه اللي ما عمرهم شافوها، هادشي مزيان بالنسبه لنا احنا راه مزيان. يعني مواضيع اجتماعيه كيهضروا عليها بطريقه فاخره، هي فاخره في نفس الوقت معبره في نفس الوقت مضحكه، يعني حاجه اللي هي ممتعه. ويتوخى المنظمون لهذه التظاهرة السنوية أن تعمم على نطاق واسع لتشمل مناطق أخرى تعرف بهذه الظاهرة التي تستمد جذورها من عمق التراث الأمازيغي.